طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قطرنا دراماواتي من قسم اللغة العربية وأدبها الفصل الثالث. هذه المرة سأتحدث عن الاعتدال الديني. الاعتدال الديني هو عملية فهمة وممارسة التعاليم الدينية بطريقة عادلة ومتوازنة لتجنب سلوك المنحرف الذي لا يتم تدريسه في الدين، مثل الحكم على شخص ما دون السؤال أولا عن المشكلة وأخذ ما لا يخصه وما إلى ذلك، خاصة في إندونيسيا التي تضم مجموعات عرقية وديانات مختلفة. في هذه الحالة بالطبع ستنشأ خلافة وصراع سهلة في المجتمع، ليس فقط مع الأعراق والأديان المختلفة، ولكننا غالبا ما نواجه خلافة وصراع تنشأ أيضا داخل نفس العرق والدين. لماذا الاعتدال الديني مهم؟ لأننا نعلم أن الاختلاف هو سنة الله، وتنوع هو طبيعة الأمة، وبنجسيلا هو انعكاس للقيم الأصلية للمجتمع، والأمة الإندونيسية هي المجتمع الديني، كما يشير الخبراء غالبا إلى مفهوم الاعتدال الديني. مع هذا المنظور والموقف المعتدل، يمكن معالجة التنوع بحكمه، ويمكن تحقيق التسامح والعدالة، لأن في داخلنا بالفعل يحتوي على مبدأ الاعتدال، أي العدالة والتوازن. ألم يعلمنا الدين إلى نتسبب في دمار على الأرض أو ظلم أو لأمة شخص ما؟ لذلك كل هذا يتوقف على كيف يكون الشخص في الدين، وهذا ما يجب دفعه إلى الصراط المستقيم. يجب أن يقيم نفسه دائما. الاعتدال مهم للغاية كمناقشة في إدارة الحياة الدينية، لأنه مع التطور السريع المتزايد لتكون لوجيا المعلومات، نحن كمجتمع ألفية في سياق الحياة الاجتماعية. مع هذا الاعتدال يجب فهمه على أنه التزام مشترك للحفاظ على التوازن في حدود حياة المجتمع. يمكن إلى هذا مني. أشكركم على اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.